واش الخوت منكم تكون بخير وعلى خير. قبل ما نبداو الفيديو بغيتكم تشوفوا هاد البارتي هادي ورجعوا لعندكم. كما كتشوفوا هذا واحد السيد اللي خدام في واحد البومباج، عنده واحد السيد عنده طوموبيل بغى يدير المازوت ولا ليسانس، دار له البلان تاع عمر له يعني الريزيرف ديالو وسمح في ديمارا وسمح في السيد، وذاك السيد مسكين خدام وغترجع على دارو كما كنعرفوا قاشها تخرج منه في الاخر. يعني كما كتشوفوا انا بغيت نوصل واحد الرساله للناس اللي كيديروا هاد الخسايل هادو. يعني انت في الاصل ما كتسرقش هذاك مول البومباي اللي كنتي انت حاقد على واحد لاباس عليه ولا حاقد لحقاش المازوت طالع ولا ليسونس طالع، لكن انت راك كتجيبها فداك السيد اللي كيتخلص ب 60 درهم ولا 70 درهم نهار كامل هو جالس في الشمس كيسربي الناس، ما عنده لا بومبا ما عنده لا ارض لا ملك لا ايسونس لا شركه لا حتى شي حاجه، غير عامل مكتوب غير الطباشير مسكين تسناس يشوف واش عنده، وكتجي دير له هذا الغسله الباترون ما يعقلش عليه يقول له تخلص عاد دير المازوت. علاش دار لك هو المازوت وعاد تخلص عاد كيبغي يتخلص منك؟ حيتاش كيامن بك تايق فيك. جيتي عنده انسان محترم بالطوموبيله ديالو، عفوا كاين عندنا حراره، يعني انسان دار الثقه فيك، في الاخر كيبقى درويش. يعني انت راه لاباس عليك عليه، انت اللي عندك طوموبيل، يعني هو على العموم كون ما كانش كون ما كانش تايق فيك غيجي في النورمالمون خصو يجي عندك السلام عليكم بغيتي 50 ولا 60 ولا 80 ولا 100 ولا 200 ولا 300 درهم ديال المازوت، راه الفلوس عندي لك، انا ما عندي فين نهرب لك، انا عندي بومبا هنايا، انت عندك كيف دير تهرب لي. لكن المغربي كيتيق فهو المغربي، جا انسان محترم جاب طوموبيلته وقف كما شفتوا في الفيديو قال له دير لي البلان عمر له البلان راك شتي شحال الوقت وسميتو وهو كيعطيه في المازوت ولا ليسونس، تا عمرها سمح فيه وزاد. يعني تا هو تخلع مسكين ما قدش يتبعو ما قد يدير والو، صافي مسكين كمدها في قلبو راه عاد تجي فيه الضربه. تقول لي المازوت غالي المازوت والليسانس غالي، هذاك ماشي عقاب، ماشي هو اللي يزيد في ليسانس اصاحبي، ماشي هو اللي مزيد في ليسانس. بغيتي ليسانس ولا المازوت رخاص، هذاك الشيء كامل مرتبط بالعرض بالطلب يا ربي. كان الطلب طالع ليسانس غيطلع، بطاطا غتطلع، التراب غيطلع، الماء غيطلع، كلشي كيطلع الا كان الطلب كثير، شكونوا واضحين؟ والقله ديال الشيء حتى هي كتطلع. يعني نتايا بغيتي تعالج الامر خصك تعالجه بطريقه يعني حضاريه. صافي كنتي كتسيركولي مثلا 6 سوايع بالطوموبيل ديالك، لا سيدي نسيركولي غير بساعد المكانه. كنت كنمشي لبزاف ديال البلايص غير تافهين ولا هي كندور ولا هي الحانوت، ما نمشيش لذاك الشيء الا الضروره، غنمشي غير للطبيب ولا غنمشي للخدمه، نوصل للخدمه نطلع نخدم نديماري نجي للدار نسد الطوموبيل نحطها. يعني الكونسوماسيون ديالي في النهار في الطوموبيل غتولي قليل، بس ما كنت كندير 4000 ريال غنولي ندير غير 600 ريال ولا غندير غير 1000 ريال عقابا لدوك الناس. الا داروها المواطنين كامل وكانت عندهم ثقافه ديال هذا الشيء هذا راه ماشي غينزل المازوط اصاحبي، والراضي ما يبقى يسوي حتى شي حاجه باش تكونوا متفاهمين. يعني انت الا بغيتي المازوط ولا ليسانس ينزل خصك تخدم بها استراتيجيه، راه ما تخدمش بك العقليه ديال نبدا نطوطع وندير هذا ونسيركيلو بغيتي انت يا المازوط ينزل، راه ماشي بديك الثقافه صاحبي. ضروري خصها تكون عندنا ثقافه ديال اننا خلات علينا واحد الحاجه ما نعاودوش نشريوها ما نستعملوهاش، ولا كانت ضروريه في حياتنا نقللوها. يعني لو بغيت نمشي كما قلت لكم للطبيب الخدمه بوان فينال، يعني نمشي ندور ولا لا تنزل المازوت ولا ليسانس باش تمشي تسرق ولا دير راه محشومه. دونك نتمنى الميساج يكون وصل.